الدراري البنات، غنقول لكم على واحد الموضوع مهم. وهذا الموضوع هو السبب ان الدراري اللي كيبداو في الويب كيمشيو في البتيه مزيان، تيرجعوا ثاني للصفر وكيرجعوا فقراء وما عندهمش، وبالعكس كيرجع حتى مأزم نفسيا لان خايب تطلع وتعاود تنزل. فهمتي؟ الا طلعتي شويه صافا كدا نزلتي يعني. ودابا نتفاهم معاك شي حوايج تفهمهم، لان شوف راه مستحيل تطلع شك من الاخر، انا مستحيل تطلع الا ما درتيش باش شي لاجي نقول لك. وهذا الشيء هو اللي تيعيش هذا الموضوع. هذا الشيء خصني لك انت ولد عائله متوسطه، الطبقه المتوسطه، ولد عائله فقيره، باك وامك معولين عليك، باك وامك كيتسناوك تقرا لان تيتسناو منك شي حاجه، العائله واقفه عليك راه خاصك تصوفي باش تعاونهم. هذا هو هاد الناس اللي خصهم هذا الموضوع. كنت تمشي عائله مصوفيه باك وامك ما كيتسناوش وكسره، ولدي تبدا هذا الموضوع ماشي لي يفوتوا ستوريات تلاقونا في ستوريات اخرين في نهار اخر ان شاء الله. هاد ستوريات هادو فهمتي لهاد الفئه هادي ديال فهمتي داك خونا اللي باغي خدام باش يعاون عائلته باش يصوب با ومو باش كذا. اللي نقول لك اخويا هو الاحتمال ديال الثلاث اللعبات هي 0.01%، باش فهمتي باش نكون معاك واقعي. لان بزاف كنعرفهم بداو ومشاو مزيان وابخي رجعوا للصفر ورجعوا لسوء من الصفر، واحتمال ديالها ترجع للصفر هو 99.99%. علاش وكيفاش ولماذا؟ لان الا عرفنا السبب، الا عرفنا السبب ممكن نعالجو، الا عرفنا السبب ممكن نعالجو، واجي نخدمو على المشاكل اللي كتحدث للدراري ونعالجو. انت اخويا ملي هادي تبدا كنسميوها احنا في المغرب تيربي الريش، يعني ملي هادي تبدا الله البدايه ديالك بديتي كتصوفي هاد اللقطه هادي في المغرب راه عندها واحد المفهوم زوين تيقول لك راه تيربي الريش. ما معنى انها بديتي كتربي الريش؟ يلاه يلاه انت طوير يلاه بديتي كتربي الريش. واش معناه ان انت قادر تطير وواعر ونسر؟ لا. دابا الدراري ملي كيبداو في الويب تيضرب ليه واحد المليون جوج، كاين اللي كيضرب ليه خمسه ديال صحابو وصل، خمسه هي كتمشي ليه، خمسه ما قادرش يشري حتى ابارتمون في السكن الاقتصادي. تيبدا حتى هو كيبغي يعبر على الحياه، زعما راه حتى هو تمرد على الحياه، وداك التمرد كيمشي تيبدا يخسر في لي بواط، السهرات، الحفلات، البنات، والزيرو ينادي وتتلقى راسك في التصيصه وخايب. وكتلقى شي خوتنا عاوتاني وصلوا لعشرات المليون، عشرات المليون ما شاريش حتى انت تا ابارتمون في السكن الاقتصادي ديال 25 مليون، باقي ما قدرتيش تخلصها، باقي عاد المحافظه باقي، يعني باقي ما بديتيش، يعني ما خاصكش تحس براسك راه شي حاجه. ولكن للاسف الظروف فاش كتعيش وهذا الشيء لاباس، على حقاش كنعرف بزاف ديال شوف الاخوان صعيب تكون ولد عائله فقيره ولا الطبقه المتوسطه، والطبقه المتوسطه سوء من العائله الفقيره، لان فهمتي عاد بدا تصوفي شويه وورينا وفين هي هاد الفلوس، وما شفناش بانت عليك الفلوس، والدراري مساكين كينوضوا تيبغيو يوريو، وملي كتوري كترجع للزيرو، وكلشي هادشي اللي بغاك بغا يشوفك زيرو، وانت كتنوض كتبغي توريهم، وهاكو كترجع للزيرو وكتولي زيرو وتيتشفاو فيك. اشنا هو القاعدة الأساسية إلا باغي تصوفي؟ هو خصك تختفي أخويا، خصك تختفي. بنادم تيشوف، أنا شوف أنا دابا الحمد لله واحد الليفل في المغرب نعيش بخير، كلشي كي اللي بغيتو كي، اللي بغيت اللي بغيت اللي بغيتي كي، علاقات، فلوس، اللي بغيتي كي. الحمد لله فهمتي ممكن نشري شي قصر، عندي الطوموبيلات جاكوار، مازيراتي، فيراري، ما تنسمح في هادشي كامل، كنسمح فيه الأغلبية العام، كنمشي كنختفي كنبقى خدام على راسي، كنبقى خدام على راسي باش نديفلوبي راسي. راه داكشي اللي كيشوفو الناس الوقيتة فاش كتبان وكتعجبهم راه درتيه في الوقيتة فاش كنتي مخبع خدام، يعني راه هادشي واحد تلقى عنده بيكالا ما تيبغيش يسمح فيها ويمشي يتغرب وكذا، ماشي تغرب برا بلاد، غيقدر تغرب هي بلاد. كنشرح لك الكونسيبت من الاول، خصك تغبر شويه حتى تربي الريش وتقدر تطير، ديك الساعه تقدر ترجع تعاون عائلتك. يقدر انت لك انت ولد الداخل تمشي تكري في عصيله ما يعرفك حتى واحد وتجلس تضرب تماره وتغبر، يقدر لك انت ولد طالجه تخبر تجي لكازا تضرب تماره وتغبر وتسكت وتقعد ما يعرفك وفهمتي. اما لا ريحتي عدا عائلتك، اسمح لي يا الخو اول ريشه تدي ديال تيبون تفهم لك، وماشي تنقول لك عائلتك خايبه، وانما اخويا راه انت اللي خايب اللي مريح حداهم، لانه هما اخويا غير شافوا انت راه ممكن يصوفيهم عن طريق،
شافوا ان راه خاص شافوا ان راه انت ممكن ياخذوا من عندك واحد الحاجه عندك وتجي ياخذوها من عندك باش ادي يستفزوك باش ياخذوها من عندك وانت صافي انت ادي تسلم لذاك الاستفزاز ديالهم وتقول امنا بالله صافي عاجي نوريو. انا اعطيك الاخ واحد المثال لان انا مغربي عايش في المغرب وعارف شنو كيطرى للشباب وشنو كيدوز عليهم. واحد المثال واحد النهار مات واحد الخال ديالي الله يرحمه مات مسكين ويجي واحد خال الواليده اللي حتى هو الله يرحمه عرفتي اش قال لي دخل الواليده بحال هكا ويلا السي محمد ورينا دابا الفلوس ما الفلوس اضرب لي احسن قيطون ودير لي احسن جنازه وخسر لي عليها شي 20 ولا 30 مليون درت فيه بحال هكا وزدت في حالي ما رجعتش للدار كاع فهمتي. ايوا معلم راه شتي الا بانت عليك الفلوس كون مشيت تبعت كون مشيت تبعت الهضره ديال دخل الواليده ديالي. ايوا هنا فين كيبانوا الفلوس على مولاهم في الجنازه ضرب لي احسن قيطون وعطي لي الناس وريني ما اخويا انا فقير حمار اخليني. بزاف الناس هذا دا اكزومبل في المغرب في الثقافه المغربيه انت باغي تشري طوموبيله باش تبان على ولاد الجيران والحومه ديالكم. الحومه ديالكم ما كايناش في العالم غتكبر غتمشي غتخوي. واش انا بقيت رجعت للدوار يزيك راه ما بقيتش رجعت كنرجع مره في 5 سنين تنمشي شي نهار تمايا راه تتكبر صافي تتفوت انت باقي بنت الحومه ولد الحومه. دابا مثلا تسول شي واحد واصل على شنو هي المشاكل اللي عندك انا جيت تعاوني الا لقيتي اليوم ما تعاون فيا عندي مشاكل ديال لوجيستيك طيارات كيفاش نطيح الثمن في الطياره كيفاش نبدا نكري ديلين جداد من دوله لدوله كيفاش نسني دي كونطرا مع شركه ديال الطيران من هنا لهنايا بثمن قل كيفاش نلقى هذوك الناس اللي سالين دي كونطرا قبل مني نستعمل الفوليد. هادو هما المشاكل اللي كنعيش دابا ملي كتكون صغير. وانا ملي كنت صغير كان عندي المشكل مع ولد دريبتنا هذاك عندي معاه مشكل وبنت الدريبه عندي معاه مشكل وخونا واحد الصديق ديالنا حتى هو راه عزيز عليا وخاجي فهمتي باش فهمتي نسترجعوا الطفوله شويه عندي مشكل مع بوسنا فهمتي بوسنا اللي ساكن من ورانا عندي معاه مشكل وبوسنا كبير الله يسهل عليه وانا كبير الله يسهل عليا فهمتي. نرجع لك الخلاصه باش هذا الفيديو هذا نحاولوا ما يفوتش 10 دقائق. الخلاصه عمي الحاج يخصك عمي الحاج زعما راه انت تفرط انك كبر مني ولا تصغر مني نسميك عمي الحاج. الخلاصه عمي الحاج يخصك تخبر خصك تخبر خصك تطرق وجهك لان الريش ديالك مستحيل يكبر قدام عائلتك وصحابك مستحيل يكبر الريش ديالك. هتربي جوج ريشات غادي ينتفوهم لدين امك من الاخر عرفتي شنو هي من الزبيعان هي هادي اللي قلت لك دابا غادي يكبروا لك جوج ريشات غادي ينتفوهم لك وبالتالي انت خصك تغبر خصك تبعد وتبقى خدام 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 حتى تربي الريش مزيان عاد شي بدا تعاون داركم وعاود غبر عاوتاني وخدام خدام 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 وعاون باك وامك فهمتي شهريا ما عرفتش تدبر راسك. انا تنعاون شهريا تعاون اسبوعيا كذا باش كل واحد باش ما قدرتي وباش كنت كنعاونهم في 2010 ماشي باش كنعاونهم دابا. دابا راك الوالدين ديالك كيضربوا سالير ديال انجينير من الاخر فهمتي ما تيخدموا ما والو مرتاحين كيضربوا سالير ديال انجينير في هذه البلده تيضربوا سالير احسن من انجينير باش نجيب من الاخر انت علاش كنخدموا على والدينا. ولكن راه كون بقيت مريح حداهم وما نقدرش ندير هذا الشيء علما ان الوالد ديالي الحمد لله الحمد لله كنت كنقول ليه ملي كنت الله بادي والوالد واش محتاج كيقول لي لا ولدي انا ملي كنت صغير تنتفت ما بغيتكش حتى انت تنتف انا ولدي الا لقيتي باش طير يطير والحمد لله. يعني عاوتاني ما تستعملش هذا المثال تمشي عند باك تلومو كذا المشكل فيك انت تقول لي انا كتنتفوني كذا المشكل فيك انت خاصك تطرق وجهك خاصك تطرق وجهك وتخبر من المحيط اللي انت فيه تا تربي الريش خدم 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 تربي الريش. انا نعطيك مثال كنعيشوه فرعون وبرقل فين رجعوا فين كانوا فرعون ولد درب كبير مشى خدم 3 شهور 76 يوم رجع عنده 5 مليون كاش وعنده شويه ديال الفلوس في الارض وعنده كذا المهم بادي غادي الحمد لله. وعندك برقل ولد واحد الكاريير في بوسكوره راه الوسط الدراري خطير دراري لانهم عاشوا ايامات في تايلاند انا بغيتهم يرجعوا للمغرب باش يعرفوا واش لان واحد الوقت ولات كتجيهم تايلاند عاديه مع نعسون هادو لقاو راسهم في تايلاند ما خدموا عليها ما شقاو عليها ما كدا فهمتي. انا نقول لهادو خصهم يرجعوا للمغرب
دوزو رمضان مع والديكم ويحن الله. ديك الساعه قرروا ترجعوا ولا ما ترجعوش. اش كيقول لي في درب كبير شي بنادم تيخبط عليا الباب، شي تنخرج عنده تيقول لي اخويا فرعون انت صوفيتي وهي 1000 درهم راه انت ضرب 5 المليون، راه قالت السيمو راك ضرب 5 المليون، 1000 درهم ما تعطيهاش لينا صاحبي. انت عطا ريشو ريشو الدراري ريشو اي ريشو ديال بصح، راه مشاو ليه فلوس بزاف هاد الرجعه للمغرب، مشاو ليه فلوس بزاف. ابا الله عنده فلوس الاتس واحد 2000 دولار باش يديماري والحياه وكذا، ولكن راه اجي يمشي وان شاء الله باقي نوقفوا معاه ونوجهوا وكذا تيدير 100 مليون ديالو. انا فهمت انا ما عنديش مع نبدا شي بروجي ونسالي هذاك باقي تجي انسبايري امه، ولكن من أسوأ لي ديسيزيون اللي داروا حتى انا من وراها انا بغيت هالطرا باش يعرف راه ما خصش ترجع لنفس الوساط، خصك تمشي تخدم دابا ب 4 ل 100 مليون باش ترجع تشري لامك واحد لابارتومون وتخوي تمايا ولا لقيتي الدراري تانسبايريهم، راه تانسبايريهم اللي بغا يتحرك راه تانسبايرا منك صافي، وغادي تتحرك وغادي توكل على الله، راه ما محتاجش انت تعطي الولاد حومتكم ولا شي حاجه، راه صافي راه كيما طلعت انا ممكن تطلع حتى انت تطلع عشير سير تخدم على راسك، راه بزاف ديال الناس طوفو عرفتي راه تكي مثال في دواري زيك، ترى الطيرون دعمراي في دواري زيك عقلت على يوسف اللي كنلعب مع الكورف والدواري زيك شافني الويبت انسباير خدم على راسك، هما ديال الدراري في دواري زيك يصوفاو ولله الحمد باش صوفاو بالخدمه صافي، شافك انت طلعتي كيدار لها هذا الويب الاي كوميرس انترنت ماركتينغ اجا نريحو اخويا حتى حنا نخدمو الحمد لله الدراري صوفاو بخير ولله الحمد الله ييسر لكلشي، راه ماشي الدور ديالك و تصوفي يا ربي تصوفي راسك، وخصوصا انت اللي يا الله بادي يا ربي تصوفي راسك، كتلقى راسك انت كتفكر علاش ما غاديش يخلوك تفكر اصلا انا مشيت شويه بعيد، علاش تفكر كيجيوك تيبغيو ينتفوك من الاخر فهمتي، ابرق لنفس القضيه هو فين اخويا تيمشي يبغي يشري سبرتيله كوبرا تيبغي حتى هو تيقول له وانت مكحل اصاحبي و تجي حتى هو معايا انا فين مكحل اصاحبي، والسيد راه الزيد الربح ديالو هو 1700 دولار، راه بارطاجينا الاخوان كلشي، فرعون كان هو الاولاني ضرب شي 5 المليون وشي بركه، الثاني ضربوا شي 3 المليون و 40 الف ريال 3 المليون وشي حاجه، سفيان المغربي ما بارطاجيناش نخليو لكم مفاجاه في السلسله تشوفوا شحال دار في المغرب، وعندك برقل ضرب شي مليون و 140 الف ريال، لا بقيت كنعقل شي 1700 وشي حاجه دولار بحال هكا، فين مكحله؟ ولكن اخويا راه ملي كتكون كتعيش في شي وسط لا حول لك ولا قوه راه كتبان لهم كحله، راه هذه اشكاليه، راه انت لعبتي في البلاصه الغلط راك مكحله، راه ما كاينش بنادم كتجمعش عند بنادم حتى 99% ديال الناس كاين اللي مصوب، بس ديال الناس ما كتجمعش عنده 3 المليون كاش هاك و 3 المليون مليون مليون غير مليون ما تتجمعش عند بنادم كاش يشوفها ما كتجمعش عنده، وهو ملي كيشوف عندك انت مليون جوج ثلاثه خمسه راه مشكلة هادي راك مكحلها وعطينا حقنا، وبالتالي الاخ فينا كاين المشكلة كاينة فيك انت، الحل لا شنا هو عقلت انا ما عنديش مع الدويب لا ما نعطيك الحل، الحل هو ناضوا لك جوج ريشات خدامة الله كتنوض الريشة ديالك الاولى كل ريشة بمليون نعتبروها كل ريشة بمليون وسير خبر الله يرضى عليك تبدا تربي ريشة اخرى، اما راه يبانوا عليك جوج ريشات ولا خمسة والله يتنتفوك بالرب، وحنا ما في صالحناش انت تنتف، حنا صالحنا تكبر بحال الدراري كما كبروا دابا بزاف ديال اليوم ديال الدراري في الويب، ها الشكر ها مروان ها زهير ها كدا طا 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 طا، اني نبقى نسمي لك حتى للصباح، الحمد لله بزاف ديال الدراري، الحمد لله بزاف ديال الاخوان، غيقدر سميتو شاد واحد الطريق بالفيراري، الا وريتها لكم تقول لي واش شي واحد تيضرب بالفيراري على الطوالاج، شاد طريق الحاجبه الخوت ناسيونال غادي بوحدي طبيعه زوينه فهمتي، ماشي طريق ديال الفيراريه ولكن باغي الفيراريه وباغي نطلق عينيه، وجاني حتى شويه الالهام قلت ندير هاد السطوريات هادو، لان بزاف ديال الشباب كيتنتفوا وغادي يبقاو يتنتفوا، و 99% ديال الشباب اللي تيبغيو يطلعوا ما عادش يطلع، غادي يطلع مش ما يطلعش، غادي يطلع ويرجع وخايبه هادي كاع سوء، انا نتمنى لك ما تطلعش على تطلع وترجع فهمتي، بعد اللي كانت عندك العزيمه وفهمتي وخصك هذا هو الدرس عطيته لك، خاصك تخبر الدراري اليوم غابرين في ماليزيا شي غابر في بالي شي غابر، خاصك تغرب اصاط وكتغرب في بلادك انت ماشي تغرب على برا، انت ولد الداخل سر العصيله اخويا كري شي بيت في السطح وريح ديال مال الخدمه، كاين غير الخدمه وزيد طلع لي الريش 10 الريشات 20 40 100 ريشه
طلع ليا ربي الريش باش تقدر تطير باش تولي نسر باش تطير في السماء معلم باش تطير ديال بصح باش تولي نسوك علاش هي مشكلتك تقول لي عندي شي مشكله كبيره ماشي شي مشكله اولاد الحومه امي باطاطاطا اذا هادشي ديال الدراري الصغار انت غادي تريح تخدم دابا وتختفي شويه لان النتيجه اللي كتبان جات من ديك اللحظه اللي كنتي مغابر فهمت راه اللحظه اللي كنتي غابر هي اللي كتخلي النتيجه اللي كتبان بنادم يقدر يبان ليه واه حتى كيفاش خونا هذا جاب 5 ديال الدراري صرف عليهم بطيارتهم بسكنتهم بكل شيء بالعادس ديالهم طاطا طاطا طا هاد الشيء راه جاب الفلوس ديال ايامات كنت غابر ماشي ايامات باين اما راه ملي كتبان راه كتخسر الفلوس شيك من الاخر فهمتي ملي كتبان راه هي كتخسر الفلوس حاجه اخرى عاوتاني الدراري تبقاو تستفزوا كيستفزكم بنادم ديال مثلا خويا سيمو انايا واحد الدراري مسكين ديال الويب ديال التجاره الالكترونيه جات تشاور معاه قال لي خويا سيمو راك عارف انا الله باجي راه شافوني راك في ديك الكلاس العاديه ديال الطياره الكلاس العاديه يعني الكلاس العاديه وقالوا لي شو هذا هو اللي كيطلتي دير التجاره الالكترونيه وكذا وطاطات واخويا انت راك بيف في الدرجه العاديه في الطياره باش تمشي لتايلاند وفين هي هاد الفلوس وفين هي هاد الملايين وفين هي هاد رياح اخويا مع راسك انت في راسك بقى ترضي لي عباد الله انا اخويا راه دابا راكم عارفين الاماراتيه من المغرب لتايلاند 5 البركات ولا هادي تمشي 6000 درهم 7000 درهم وانوي تيكيتا العاديه ولا لا بغيتي البيزنس كلاس راه تخلص كما كنصور لكم الدراري ديما هذيك التصاور اللي كنتصور عليكم هي التصويره من هنا لتايلاند لا من تايلاند جاي لهنا راه كنخسر في الاماراتيه هي المشيه بلا الرجعه كنخسر واحد 5 المليون يا القليله دخل دابا قلب على التيكيتا شوف شحال دايره هذا هو الثمن الطريق شويه مدردها عودنا الاخوان الطريق شويه كانت عيانه مع الحفاره وداك الشيء جلست نركز معاه شويه المهم ما خاش تصور لان التصويره هذه تكوستي لك ثمن علاش تخسر 5 المليون 6 المليون سير اخويا ب 140 الف ريال علاش تخسر الثمن هذا كامل علاش تخسره صبر علاش تخسر الثمن هذا كامل الثمن هذا راه عرفتي شنو دير به توصل تمايا ورا ما تحطو في الادز وتخدم على راسك وتقاتل مع راسك وكذا راه انا الا كنصرف 5 المليون ما بغيتش اخويا نقول لك شحال كتدخل ولكن راه كتدخل في نجيك مال سابعا بالعدد التسوان عطاها لك وحاجه اخرى ماشي انا اللي كنخلصها كتخلصها الشركه وكنزيدوها في لي شارج هادشي انت ما عندكش واحد النهار في واحد الليفله تولي تقول اخويا طياره غادي تما في لي شارج كدا طنبق داز مني صافي هادشي اللي كاين الدراري واحد النهار تولي كتلعب في واحد النيفو اخر الى حضرتي راسك هاد النهار وخبرتي وتخبيتي وخدمتي على راسك اخويا خدم على راسك خدم على راسك ديال بصح واختفي لي اخويا باش تطلع الريش اما راه الا بقيتي باين ولا قريب لموالين داركم غادي تنتفع شي غادي تنتف ما طربي لا ريش لا حتى لعبه غادي نلقاك في الصيرو غادي نلقاك كتبكي وانا ما باغيش نشوفك كتبكي انا باغي نشوفك مصوفي بخير ميسر عليك الله مزيان عايش هادشي اللي باغي اخويا نشوفك لان حتى ديك الساعه اللي تلاقيت انا وياك حتى ديك الساعه اللي تلاقيت انا وياك غادي نلقاك مصوفي نقدر نعول عليك ما انت مدرداه عيان ما عندي فاش نعول عليك انا خاصني على الاقل واحد 10000 ديال الناس مصوفين مليونيرز اللي فوق ماشي مصوفيه عندهم 100 مليون مثل لا وهما كنصنع فيهم كيصنعوا راسهم ماشي كنصنع فيهم انا حطيت بحال اللي قلتي هذيك خونا اللي تشن اما الباقي راهو تيضرب وحدو كاين الناس كنعاونوهم ديريكت كاين الناس كيشوفوا فيديوهاتنا تيخدموا على راسهم ان ديريكت وهذا هو الهدف الاخر وسير اخويا تخدم على راسك حتى انت فهمتي باش نتلاقاو انا وياك اللي كتنصوب ان شاء الله وتولي انت واحد من الناس اللي مصوبين ونفتخر بك اخويا تبارك الله عليكم الاخوان نتمنى ما نكونش طولت عليكم الا طولت عليكم سمحوا لي بزاف راني سرحت بالهضره شاد الطريق ومرتاحيت وبقيت كندوي وتنبلبل سمحوا لي بزاف الا طولت عليكم والسلام عليكم ورحمه الله.